كتاب رؤيا يوحنا هو آخر أسفار الكتاب المقدس، وهو كتاب نبوات، والإصحاح 17 من رؤيا يوحنا هو آخر سفر في الكتاب المقدس يمثل الوحش، وفي الواقع يحكي عن امرأة تركب حيواناً قرمزي اللون وهو ذو 7 رؤوس، وتلك الرؤوس مهمة جداً، وقد ورد في الكتاب المقدس أنها ترمز إلى 7 ملوك، وذلك هو هدفنا، لأن النبوة الواردة في الإصحاح 17 من رؤيا يوحنا تستعرض التاريخ وصولاً إلى يومنا الحالي. وما سنحاول فعله في هذا اللقاء واللقاء المقبل هو استعراض الزمن على مراحل وصولاً إلى يومنا الحالي. وقد ورد في الإصحاح 17 من رؤيا يوحنا 7 ملوك، 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلاً. ما يعني أن هنالك 5 ملوك سقطوا؟ 5 ملوك سقطوا، وسوف نحكي عنهم اليوم. وورد بعد ذلك أن واحداً موجود والآخر لم يأتي بعد، وسوف نحكي عنهما في الحلقة المقبلة، ولكن اليوم سنناقش المقطع المذكور لكي نفهم معناه. وأشكركم على حضوركم، وأتمنى أن تحظوا بالبركة فيما نناقش الموضوع. والليلة لكي تفهموا الموضوع عليكم أن تفهموا الفترة والظرف، لذا سأرجعكم إلى فترة زمنية لكي أساعدكم على فهم ما يجري، وسوف تلقون نظرة على خريطة وعليها إليكم ما يسمى الهلال الخصيب، الهلال الخصيب، وترون أمامكم الشرق الأوسط، والهلال الخصيب هو منطقة قصدها جميع الناس، وهذه البقعة الخضراء تمتد وصولاً إلى البحر. انظروا جيداً، وصولاً إلى البحر، وثمة أنهار مثل نهري الفرات ودجلة، وهما يعبران التقويس في الأعلى وصولاً إلى نهر وقد كان الناس يقومون بأصفارهم هناك نظراً إلى وجود المياه والنباتات وإلى الوضع المجرد من الشوائب، وكل شيء كان على أفضل ما يرام. وإليكم ما جرى، وكانوا يتجولون عبر الهلال الخصيب. وأتمنى أن يساعدكم إلقاء النظرة على تحديد منطقة الأصفار وفهم ما حدث، فلنكون فكرة على ما كان يجري. ترون أمامكم الآن المملكة الأشورية، وفي الماضي كانت مسيطرة على منطقة ما بين النهرين بكاملها، وكان آخر الملوك الذين حكموا تلك المملكة أو أحد الملوك الأخيرين الملك أشور بانيبال، ولكن هذا الملك بدأ يشيخ ولم يبدو أي من أبنائه مهتما بالمملكة. وفي أسفل بابل، إن كان بإمكانكم رؤيتها، ثمت علامة إكس، ها هي ذا على الرقعة الخضراء، لاحظوا جيداً. وكان نائب الحاكم هناك يدعى نابو بولاسر، وقد ارتأى أن تلك الفترة مؤاتية له لكي يأتي بحركة، لذا تعاون مع الكلدانيين وسعى وشرع وعمل جاهداً لإسقاط الأشوريين، وانتقل إلى بابل سنة 626 قبل الميلاد وأخضعها. وبعد ذلك دخل نابو بولاسر إلى عاصمة المملكة الأشورية نينوى، دخل إلى المدينة وأسقطها، وإذ بالشعب والملك والمسؤولين يهربون يلوذون بالفرار من نينوى إلى هيرين، وهناك في هيرين حاولوا استلام زمام الحكم من جديد. والآن دعوني أعود في الزمن وأزودكم بمعلومات عن الخلفية. هل تتذكرون إبراهيم؟ هل تتذكرونه؟ خرج إبراهيم من منطقة أور الكلدانيين
الواقعة تحت بابل. وعندما رحل اتجه مع أفراد عائلته وولده وشقيقه إلى أعلى الهلال الخصيب وبقوا هناك، فسميت المنطقة هيرين تيمناً بأخيه. وقد قصد الأشوريون بلدة هيرين وأقاموا فيها حكومة محاولين إحكام سيطرتهم من جديد. وآنذاك كان نابوبولاسر قد شاخ، لذا استدعى ابنه واسمه نبوخذ نصر وقال له: لقد تسلقوا جبل هيرين الأشوريون طبعا، ووصلوا إلى مكان يدعى كركميش، وقرروا إقامة دفاعاتهم على هذا الجبل. وبعد ذلك طلب نابوبولاسر من نبوخذ نصر أن يقصد المكان ويتولى أمرهم ويتخلص منهم، لذا ذهب نبوخذ نصر إلى كركميش لينهي الأمر. دعوني أدلكم على تلك المناطق في حال كنتم تواجهون صعوبة في رؤيتها، وقد عينتها بعلامات إكس، ولو نظرتم إلى الأعلى سترون علامة إكس تشير إلى بلدة كركميش. وقد استقروا في هذه البلدة المحاذية لنهر الفرات لكي يحاولوا مواجهة نابوبولاسر. وعندئذ وفجأة بدأ حدث يتكشف، لأن حاكم مصر كان الفرعون نخو حليفا قويا للأشوريين، ولكن ترأى له أنه سيقصد كركميش ويهزم نبوخذ نصر ويصبح أقوى بكثير من الأشوريين، بحيث تصير المنطقة تحت سيطرته ويغدو حاكم بلاد ما بين النهرين وكذلك مصر. لذا غادر الفرعون نخو مصر واتجه صعودا نحو كركميش لكي يواجه نبوخذ نصر. وذلك ملفت، لأنه كما تلاحظون في مصر لو تبعتم المسلك ستتبينون أنه وجب على الفرعون نخو عبور إسرائيل. لذا على طريقه إلى كركميش عبر اليهودية، عبر اليهودية التي حكمها ملك صالح كان من أفضل ملوك اليهودية واسمه يوشيا، وقد قرر عدم السماح للفرعون نخو بالمرور، وقد ورد ذلك في الكتاب المقدس. ويقول بعد كل هذا: حين هيأ يوشيا البيت صعد نخو ملك مصر إلى كركميش ليحارب عند الفرات، فخرج يوشيا للقائه. والظرف المذكور ملفت، والملك صالح وقد خدم الرب وحاول مجاراته في كل أفعاله، ولكن تخلف عن القيام بأمر معين. اقرأوا معي: فأرسل إليه رسلا يقول: ما لي ولك يا ملك يهوذا؟ لست عليك أنت اليوم، ولكن على بيت حربي، والله أمر بإسراعي، فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك. والله أمر بإسراعي فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك، أي بعث إليه الفرعون نخو رسالة مفادها: الرب أرسلني لكي أقوم بالأمر، فلا تتدخل ودعني وشأني. ويوشيا لم يستشر الرب، بل قرر أن يذهب ويواجه الفرعون نخو، ولم يسأل الرب عما إذا كان عليه القيام بالأمر، عما إذا كان عليه القيام بالأمر أم لا. وكنتيجة لذلك ولم يحول يوشيا وجهه عنه، بل تنكر لمقاتلته ولم يسمع لكلام نخو من فم الله، بل جاء ليحارب في بقعة مجدو. إذن جاء ليحارب في بقعة مجدو، وإذ به يحارب الفرعون نخو، وإليكم ما حدث. وأصاب الرماة الملك يوشيا، فقال الملك لعبيده: انقلوني لأني جرحت جدا. فنقله عبيده من المركبة وأركبوه على المركبة الثانية التي له، وساروا به إلى أورشليم فمات ودفن
في قبور أبائه، مات ودفن في قبور أبائه، وكان كل يهوذا وأورشليم ينحون على يوشيا. وقد أكمل الفرعون نخو طريقه إلى كركميش لكي يواجه نبوخذ نصر، والأخير كان أسقط الأشوريين، وقد هزم الفرعون نخو ولحقه إلى مصر، أي هزم الجميع. وبعد ذلك صار الآمر الناهي، صار الآمر الناهي بعد ذلك. وبما أنه لاحق الفرعون نخو إلى مصر، وجب عليه أن يعبر اليهودية. لذا ارتأى نبوخذ نصر أنه من المستحسن إخضاعه لشعب اليهودية أيضا، وعندئذ دخل نبوخذ نصر ودمر المدينة وهدم المعبد وما إلى ذلك. ومن الملفت أنه خلال تواجد نبوخذ نصر في إسرائيل ورده خبر وفاة والده نابوبولاسر. حسناً، تابعوا. إذا سلكتم الهلال الخصيب وتبعتم الأنهار وخضتم نهر الأردن وصعدتم إلى الأعلى ثم خضتم نهري الفرات ودجلة نزولاً نحو بابل، ستلاحظون أن المسافة تقارب 24 كيلومتراً، وهي مسافة طويلة. وقد أدرك نبوخذ نصر أنه عاجز عن تضييع الوقت المذكور، إذ عليه أن يؤمن على المملكة ويتصرف بسرعة. لذا أخذ خادماً مع بعض الجياد ومضيا في سبيلهما، وعبرا الصحراء العربية من أورشليم إلى بابل، بحيث اجتازا مسافة 1600 كيلومتر عبر الصحراء، وكان ذلك إنجازاً. وبعد وصولهما أمنا على المملكة، ولعل نبوخذ نصر صار بعد ذلك أبرز شخصيات المنطقة التي وقعت تحت سيطرته. وإليكم خلفية ما كان يحدث، لأنه قبل مباشرة رحلة العودة إلى بابل قال لقائده: أريدك أن تختار 50 إلى 70 شاباً إسرائيلياً وتنقلهم إلى بابل لكي يتدربوا ويصيروا خدماً في بلاط بابل. وقد أملى عليه تعليمات ملفتة، ومنها يجب أن يكونوا من السلالة الملكية وواسمين، وذلك وارد في الكتاب المقدس. وأيضاً يجب أن يتسموا بمرتبة اجتماعية راقية وبالذكاء. إليكم المواصفات التي طلبها نبوخذ نصر. وقد اختار الشبان لكي ينقلهم إلى بابل، وكان بينهم 4 شبان أسماؤهم دانيال، شدرخ، ميشاخ وعبد نخو. ومن المواصفات التي لم يطلبها نبوخذ نصر عندما قدم لائحة طلباته كون الرجال روحانيين، وقد كان الشبان 4 كذلك. وأحدث تغييراً ملحوظاً، إذ تم اصطحابهم وتدريبهم في بلاط بابل لمدة 3 سنوات. وبعد انتهاء سنوات التدريب 3 اختبرهم نبوخذ نصر، واكتشف أنهم أذكى ب10 أضعاف من جميع الموجودين في مملكته، وكانوا رائعين، وراحوا يعملون في بلاط بابل. وبعد فترة وجيزة ساور نبوخذ نصر حلم، ورأى فيه مشهداً أثر عميقاً فيه، ولكنه لم يتذكره في الصباح، مع أنه أدرك أهميته. لذا استدعى حكماءه وقال لهم: سورني حلم وأعرف أنه مهم، ولكن لا يسعني تذكره. فأجابوا: اروي لنا الحلم فنعلمك بمعناه. فأضاف: إليكم اقتراحاً،
أروا لي حلمي وعندئذ سأعرف أنكم قادرون على تفسير معناه. فأجابوا: ما من إنسان في العالم يطلب أمراً كهذا. وكلما طال كلامهم كان نبوخذ نصر يزداد غضباً. الرجل كان طاغية، لذا وجب على أتباعه تنفيذ أوامره، وإلا كانت العواقب وخيمة. وقد قال: ما لم تخبروني سآمر بقتلكم جميعاً. وعندما عجزوا عن إخباره أصدر أوامره. ومن الملفت أنه عندما استدعى نبوخذ نصر حكماءه لم يستدع دانيال ولا شدرخ ولا ميشخ ولا عبد نغو، وذلك لأنهم كانوا مبتدئين ويافعين وافتقروا إلى الخبرة. وتعرفون كيف تجري العملية، إذ يقال للمبتدئ: إذا أردت الانضمام إلينا عليك أن تتثقف. وإذ به يقصد الجامعة ويتثقف، وبعد تخرجه يقال له: من الجيد أنك تثقفت، ولكن لكي تبرع عليك أن تكتسب خبرة. لذا يسعى جاهداً طوال سنوات لكي يكتسب خبرة، وبعد أن يكتسبها أخيراً يقال له: أنت كبير في السن. هكذا تجري الأمور عادة. وقد كان الشبان يفتقرون إلى الخبرة، ولكن عندما أصدر نبوخذ نصر الأمر بقتلهم جميعاً شمل القرار دانيال ورفاقه، لذا راحوا يتلون الصلوات وطلبوا وقتاً للصلاة. وبعد أن صلوا كشف الرب لهم حلم نبوخذ نصر، فمثل دانيال أمام الملك لكي يعلمه بما رآه في الحلم. وإليكم نبوة، أصغوا إليها. أجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلتشصر: هل تستطيع أنت على أن تعرفني بالحلم الذي رأيت وبتعبيره؟ إذا طلب منه أن يروي له الحلم وتفسيره. أجاب دانيال قدام الملك وقال: السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك. قال له: لا يمكنهم إعلامك بما رأيت في الحلم. نقرأ: لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. متى؟ في الأيام الأخيرة. دونوا العبارة كما تعلمون، نتكلم عن نبوة لا تؤثر على حقبته فحسب، بل تمتد إلى الأبد. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو لهذا. إليكم ما رآه نبوخذ نصر: أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم. هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك، ومنظره هائل. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معاً، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً وملأ الأرض كلها. والآن إليكم ما رآه: تمثال عظيم، رأسه من ذهب، وذراعاه وصدره من الفضة، وبطنه وفخذاه من البرونز، وسقاه من الحديد، وقدماه من الحديد والخزف. اقرأوا تفسير دانيال للحلم. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعها، فأنت هذا الرأس من ذهب.
إذن قال بوضوح يا نبوخذنصر أنت الرأس الذهبي. لما قال الله إن نبوخذنصر هو الرأس الذهبي؟ لأن مملكة بابل دامت 70 سنة فحسب، وقد حكم نبوخذنصر طوال 40 من السنوات 70. وقال له الرب إنه الرأس الذهبي لأنه أنشأ المملكة وحكمها. حسناً، لم ينصف التاريخ نبوخذنصر لأنه كان رجلاً شديد القساوة وكان طاغية. كان طاغية بغاية القساوة كما ذكرت، ولم يعتبر أي شخص ذا منفعة. ولكن من الجلي أن الله رأى في نبوخذنصر ميزة لم يلاحظها أي شخص، لأن الرب حضر مراراً وحاول لفت انتباه نبوخذنصر وعرض عليه التمثال. وقد رآه نبوخذنصر، ولكن لم تدم الصورة في ذاكرته، لذا قرر إنشاء تمثال، ولكن لم يرده أن يكون ذا رأس ذهبي، بل ذهبياً من أعلى رأسه إلى أخمس قدميه، لذا طلب إنشاء تمثال ضخم على السهول. ثم استدعى جميع الحكام والناس وطلب فرقة موسيقية لكي تعزف في المكان، وقال: متى سمعتم الموسيقى عليكم أن تركعوا وتعبدوا التمثال؟ هذا تمثال. ولكن كان شادرخ وميشخ وعبدناغو حاضرين وقالوا للملك: لن نعبد تمثالك، ما أثار شديد غضب نبوخذنصر ودفعه إلى القول: ما لم تعبدوا التمثال سوف أرميكم في الأتون. فأجابوا: أيها الملك، ارمينا في الأتون إن كنت تريد، ولكن لن نعبد تمثالك. وعندئذ صاح: سخنوا الأتون على حرارة أعلى بسبعة أضعاف. وقد سخن الأتون بحيث عندما رمي شادرخ وميشخ وعبدنغو مات الحراس. وبعد ذلك ألقى نبوخذنصر نظرة على داخل الأتون فرأى الرجال يتجولون، فسأل: ألم نرمي 3 رجال بالداخل؟ أرى رجلا رابعا يشبه ابن الله، ولا بد من أن الرجال مميزون. لذا طلب من شادرخ وميشخ وعبدنغو أن يخرجوا، وعندما خرجوا لم تفح منهم رائحة الدخان، كما لم يحترق شعرهم. وقد لفت ذلك انتباهه لبعض الوقت، ولكن بعد فترة وجيزة راح نبوخذنصر يفكر في درجة عظمته وروعته، كم هو عظيم ورائع. وإليكم رسما تخطيطيا لبابل، وأريد أن أعرضه عليكم لبعض الوقت، لأن نبوخذنصر أغدق على هذه المدينة بكل الغنائم التي حصل عليها من محاربة الأمة تلو الأخرى، وقد جلب الذهب والفضة إلى المدينة. وترون الآن الجدران، وقد أحاطت بالمدينة مجموعتان من الجدران، وكانت إحدى المجموعتين عريضة بحيث استطاعت عربتان أن تتسابقا جنبا إلى جنب بينها، كما تجاوز علو الجدران 30 مترا. أما السياج الممتد على طول المدينة فيدعى بوابة عشتار، وسوف أريكم إياه الليلة، وليس النموذج نسخة، بل هو بوابة عشتار. أترون، فقد أتى بعض الألمان إلى بابل وأجروا أعمال تنقيب وأخذوا منها بعض الأثار، وقد تم إرسال بعض الرجال بهدف تفكيك البوابة إلى أجرات وألواح، ثم رقموها ونقلوها وأعادوا تجميعها قطعة قطعة، والبوابة موجودة الآن في متحف في بريطانيا، بل في برلين، ولهذا السبب لا تبدو ضخمة. ولكن لعلمكم أن علو البوابة يتجاوز 25 مترا. إليكم مدى ضخامتها. وهذه الأجرات أو الألواح مكونة من الصلصال، وانظروا إلى لونها، لم يعدلوه بل أبقوه على حاله. والبوابة مذهلة، وهذه الصورة تزودكم بفكرة واضحة عنها، وقد شكلتها ألواح الصلصال ومضت على إنشائها آلاف السنين. وقد أغدق الملك على المدينة إلى أن اعتبرت غير قابلة للاجتياح، وكانت تحتوي على كمية طعام تكفي السكان لمدة 40 سنة من دون أن يضطروا إلى الخروج.
كما ضمت الجنائن المعلقة وهي إحدى عجائب العالم السبع. وقد طلب نبوخذنصر صنعها لزوجته لأنها كانت من منطقة جبلية. وبما أن بابل وقعت على سهل، أنشأ الجنائن لكي يذكرها بديارها الجبلية. والجنائن المعلقة السبع في مدينة بابل رائعة. وإليكم تصريحاً كان مكتوباً على لوح من الصلصال في بابل: مدينة بابل، قرة عين التي أجللها عسى أن تصمد إلى الأبد. ومع أن الرب أعلمه بأن أمنيته لن تتحقق، لم يتقبل الفكرة وأرادها أن تصمد إلى الأبد. وقد مضى نبوخذنصر قدماً وبنى مملكته، فساوره حلم آخر من عند الرب الذي قال له: إليك شجرة عظيمة تعشش فيها الطيور وتتظلل بها الحيوانات وتقتات منها، لكن أحد الأجلاء قطعها. ومع أنه استعرض الحلم 7 مرات لم يفهم معناه، فاستدعى دانيال وطلب منه تفسير الحلم. فقال دانيال: أيها الملك، قدم قلبك للرب وغير سلوكك، فما لم تفعل سوف تخسر مملكتك. إذن طلب منه أن يعدل عن غروره وتكبره. وإليكم ما حدث بعد أن ساورته الرؤيا 12 شهرا. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، وأجاب الملك فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد بفم الملك. إذن كان معتدا بنفسه. والكلمة بعد بفم الملك، وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذنصر الملك إن الملك قد زال عنك. إذا تلقى إنذاره قبل 12 شهرا بحسب مشيئة الرب، ويطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذنصر، فطرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظفاره مثل الطيور. إذن تجول طوال 7 سنوات وأكل العشب كالحيوان. وعند انتهاء الأيام، أنا نبوخذنصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد. فالآن أنا نبوخذنصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. إذن تغير الملك، استيقظ أخيرا وغير مسلك حياته. وقد تكررت الحادثة المذكورة مراراً، وإليكم أحد مبادئ فهم نبوات الكتاب المقدس: الرب يكرر ويضخم، يكرر ويضخم. وقد ألقينا نظرة على الإصحاح 2 من كتاب دانيال، والآن سنستعرض كتابه 7 ونراه يكرر ويضخم. في السنة الأولى لبيلشصر ملك بابل، رأى دانيال حلماً ورؤى رأسه على فراشه. حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلاً، وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. وفي نبوات الكتاب المقدس ترمز الريح إلى الحرب والنزاع، فيما يرمز الماء إلى الناس. إذن تعني الآية أن حرباً ونزاعاً اندلعا بين الناس، وبالنتيجة وصعد من البحر 4 حيوانات عظيمة. إذن خرجت 4 حيوانات من البحر، وقد ورد ما يلي: الأول كالأسد وله جناحا نسر،
وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه. إليكم الحيوان الأول، وهو يرمز إلى بابل. وقد ورد أن الحيوان نهض على قوائمه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان، وذلك بفضل توبة نبوخذ نصر، وهو الحيوان الوحيد في الكتاب المقدس الذي منح قلب إنسان، وذلك بفضل توبته. كما ورد كلام عن أسد له جناح نسر، وسوف أعيدكم إلى صورة بوابة عشتار التي عرضتها عليكم. هل ترون الأسد عليها؟ لو أمعنتم النظر ستلاحظون أن اللون يختلف في الأسفل، وسترون الجناح على جسم الأسد. هل ترونه؟ وقد استخدم لتمثيل بابل، وفي الواقع أجرت إنجلترا أعمال تنقيب في بابل القديمة، ولو قصدتم المتحف البريطاني ستجدون فيه تماثيل لأسود لها أجنحة نسور أخذوها من بابل. إذن كان الأسد يرمز إلى بابل، وصار الرمز مهماً لأنه أحد رؤوس الحيوان الموصوف في الإصحاح 17 من سفر الرؤيا، حيث وردت عبارة خمسة ملوك سقطوا، ولهذا السبب صار الرمز بالغ الأهمية. وإليكم الإصحاح 5 من سفر دانيال. بلتشصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف. دعوني أفسر لكم ما حدث. بلتشصر هو حفيد نبوخذ نصر وابن الأخير. كان يدعى نابونيدس، اسمه نابونيدس، ولم يكن مهتماً بالمملكة، لذا أخذ بعض الجنود وخاض بعض المعارك، ولكن سلم إدارة الأمة إلى ابنه، سلمها إلى ابنه، وآنذاك كان نبوخذ نصر قد مات، لذا أدار المملكة بلتشصر حفيد نبوخذ نصر. وقد ورد في الإصحاح أنه كان يقيم وليمة ضخمة. وإذ كان بلتشصر يذوق الخمر، أمر بإحضار أنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم. عندما ذهب نبوخذ نصر وأسقط أورشليم وغنم المدينة والمعبد، أرجع إلى بابل كل الذهب الذي كان في المعبد وكل آنية الذهب والفضة، أرجعها إلى بابل. وفيما كان بلتشصر يقيم وليمة أو حفلة، إن صح التعبير، قرروا أن يشربوا من آنية الذهب، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. وفضلاً عن أنهم شربوا منها، كانوا، كيف عساي أعبر، كانوا يسخرون من الرب وأعماله، إذ ورد كانوا يشربون الخمر وماذا؟ يسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. إذن سبحوا الآلهة المذكورة واعتبروها أعظم من رب إسرائيل، ونتيجة ذلك في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. إذن كانوا يحتفلون بسعادة، وإذ بيد تشرع بالكتابة على الجدار. وإليكم رد فعل بلتشصر. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه. نعم، استقت ركبتاه. إذن عندما رأى المشهد أدرك أنه بلغ مرحلة يجهل فيها ما يجب فعله. فما الذي فعلوه؟
استدعوا الحكماء وطلبوا منهم أن يقرأوا ما كتبته اليد على الحائط. لم يتمكن أي منهم من قراءته، وهو مرتبط بالملكة جدتي بلتشصر. أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة، فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك، عش إلى الأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك. يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين. أبوك الملك من حيث إن روحاً فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين ألغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلتشصر، فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. وقد استدعوا دانيال وقال له بلتشصر: إذا زودتني بالتفسير سأعينك في المرتبة الثالثة في المملكة. فقد احتل المرتبة الثانية فيما احتل والده الأولى، وقال له: سأعينك في المرتبة الثالثة وأحيط عنقك بسلسلة ذهبية. لكن دانيال أجابه: احتفظ بهداياك، أنا غني عنها. ومن ثم وبخه بوضوح تام، لأنه لم يستمع إلى ما جرى ولم يعمل بنصيحة جده. وبعد انتهائه من ذلك فسر الرؤيا، وهذا تفسير الكلام: من أحصى الله ملكوتك وأنهاه. هذا رهيب، تقيل، وجدت بالموازين فوجدت ناقصا. هذا رهيب، تخيلوا أنكم بلغتم نهاية حياتكم ووضعتم على الميزان وتبين أنكم ناقصون. هذا رهيب. فارسي، قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. لقد قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. في تلك الليلة قتل بلتشصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. بابل، سقطت المملكة الأولى من أصل 5 كما ورد في الكتاب المقدس. لاحظوا كيف وصف الله الأحداث بدقة تامة، وقد حصلت كما وصفها. وفيما سنستعرض النبوات ستلاحظون كيف بيّن الله كلا من الأحداث. وقد قرأنا الإصحاحات 2 و5 و7 من كتاب دانيال، حيث ذكرت مملكة بابل وما جرى فيها. إذن 5 ملوك سقطوا. لاحقا سنتحدث عن 2 لنصلي. يا أبانا السماوي، كما رأينا من خلال كلامك كيف تنشأ الأمم وقدرتك على تنصيب الملوك وإسقاطهم، نصلي لكي تجعلنا ندرك أيضا أنك تحكم حياتنا، وأن علينا تسليمها لك، وأنه يجدر بنا أن نقرأ كلامك وندرسه ونتبعه بحيث نعرف أن مشيئتك ورغبتك أنعمت على كل منا. باسم المسيح نسأل، آمين. Please consider what you can do for those who still don't know about Jesus. As the Holy Spirit impresses, please send your tax-deductible gifts to Kenneth Cox Ministries, Post Office Box 1027, Loma Linda, California 92354. Or call us toll-free at 888-747-1844. Your gifts help bring the blessed hope of salvation to millions all around the world.